تنازع الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه منسوبا إلى الصوفي، ولست أحسبه إلا فتى صافى وصفي حتى سمي الصوفي. فأنت بالشريعة تعبده صيام وزكاة وحج وصلاة، وبالطريقة تقصده، يقول لك خد الورد وسبح وصلي واعمل حضرة، تقصده عشان يجدد عندك ها النية ويحصل عندك القصد، وأنت بالحقيقة تشهده يا حبيبي. فالناس عند هذا على دروب عدة، قوم يسمعون فيطربون ويلهون، وقوم يسمعون فيرتقون، وقوم يسمعون فيلتقون. يا حبيبي يا غالي، كل واحد جاي بقى يشوف هو جاي ليه. يا روح روح، اللي جاي يطرب يبقى مسلم، يا روح روح، اللي جاي يقترب يبقى مؤمن، اللي جاي يشاهد ويلتقي يبقى محسن. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له شأن عراه، فمنا من يموت على وضوء، وضوء القلب أصلا، الوضوء الثاني ده ماليش دعوة بيه، كده كده كله بتوضأ. فمنا من يموت على وضوء، ومنا من يموت على هواه، ومنا من تمايل باهتزاز، ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يحن حنين ثكلى ترق له الحجارة لو تراه. كتمنا الحب خوفا من الملامة، ولا عار على العشاق ياه. إذا قال العزول بكم جنون، نقول نعم جنون ما في هوى. فهذا الفن العظيم وهذا المقام العالي من علوم الدين الإسلامي يعني ظلم كثيرا. يعني أنا مش عايز أنكد عليكم في الليلة البهيجة، لكن لا تحلو الليالي إلا بالعلم. وهذا الطريق جل أصحابه علماء، كلهم أهل علم ووراثة، وما لم يكونوا علماء أصحاب شهادات فأصحاب مشاهدات. إذا ما كانش أصحاب هذا العلم أصحاب شهادات أصحاب مشاهدات. فليس شيخك من قرأ الكتب، إنما الشيخ من أزال الحجب. ليس شيخك من قرأ لك الكتاب، إنما الشيخ من فتح لك الباب. شيخك من إذا لاقيته زالت حجبك وتجلى المصطفى على عرش قلبك. فهذا الطريق مظلوم بين أدعياء التصوف وبين أدعياء الحب، وكثير ما هم على الساحة لوثوا هذا المعنى العميق، ولوثوا هذا وشوهوا هذا المقام العالي الذي من أجل أن يعرفنا به نزل إلى الأرض جبريل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.